من الزميل حمد محمد الزعبي ليتواصل معكم بالتعليق على مجريات الشوط القادم. ترى الوطن من غد يمناه امتلى وربة رجال كلهم ذخر وسند، والجهل في عهده من الدار انجلى، وشنا بظله في امان وفي رغد. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نرحب بحضراتكم مرة أخرى. نحن في هذه اللحظة انطلاقة جديدة، وهو انطلاقة الشوط السابع المخصص للثنايا لأشواطنا المفتوحة. في هذه اللحظات أيها الإخوة، لا يسعنا إلا أن نذيع على حضراتكم الخمسة المراكز الأولى المتقدمة اللي تحتل المركز الأول مشاهدين الكرام. وعد تعود ملكيتها للسيد محمد بن جار الله بن ضرمان المري، بينما ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني اللي تحتل المركز الثاني من حاف للشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني راشد بن بطي الزعبي في التضمير، بينما ينخطف المركز الثاني من قبل الشحانية للشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة آل ثاني علي بن حمد بن جرحب فالتضمير. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع اللي تحتل المركز الرابع مشاهدين الكرام، صاحبة المركز الرابع الشحانية لمحمد بن طحنون بن مهيرة المري، بينما ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس. حماس تحتل المركز الخامس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع سالم بن فاران المري. إذا مشاهدين الكرام، مباشرة نعود إلى مقدمة هذا الشوط بعد إتمام نداءنا الأول على حضراتكم للخمسة المراكز الأولى اللي تحتل المركز الأول مشاهدين الكرام. وعد لا زالت هي من تقود المسار وتحمل شعار مالكها محمد بن جار الله بن ضرمان المري، بينما ينخطف المركز الأول من قبل الشحانية للشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة آل ثاني علي بن حمد بن جرحب في التضمير. إذا بن جرحب يغير الأمور ويقود المسار ويحتل المركز الأول من خلال عملية تضميره وعنايته بالشحانية اللي تقود مسار هذا الشوط. المركز الثاني تتراجع فيه وعد السيد محمد بن جار الله بن ضرمان المري، بينما ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث اللي تصنف في المركز الثالث من حاف للشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني مع راشد بن بطي الزعبي في التضمير. ننتقل للمركز الرابع اللي تحتل المركز الرابع الشحانية للسيد محمد بن طحنون بن مهيرة. لكي نكمل نداءنا الثاني ننتقل للمركز الخامس، تصلنا في حماس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. إذا مشاهدينا الكرام، أتممنا نداءنا الثاني ونعود مباشرة هناك إلى الشحانية. الشحانية مشاهدينا الكرام وجماهير الشحانية هنا تشاهد وكذلك تؤازر الشحانية في مقدمة هذا الشوط اللي تعود ملكيتها للشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة آل ثاني مع علي بن حمد بن جرحب في التضمير. يا سلام. اذا مشاهدينا الكرام اللي تصلنا في المركز الثاني اللي وصلت في المركز الثاني وعد لا زالت توعد جماهيرها ومالكها محمد بن جار الله بن ضرمان ان تنتزع ناموس هذا الشوط. وعد تحتل المركز الثاني كما ذكرنا لمالكها جار الله محمد بن جار الله بن ضرمان المري، بينما المركز الثالث من حاف للشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني راشد بن بطي في التضمير. مشاهدينا الكرام ننتقل للمركز الرابع. المركز الرابع مشاهدينا الأفاضل الشحانية محمد بن طحنون بن مهيرة هنا مع الشحانية اللي تحتل المركز الرابع، وهنا في المركز الخامس حماس تحتل المركز الخامس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. 3 كيلو متر
3 كيلومتر على الناموس يا مشاهدين، 3 كيلومتر على الناموس. يا سلام، اذا مسارنا يسير هناك مع الشحانية. الشحانية تباعد المسافة عن بقية المراكز، بينما هنا قريب لها وعد. وعد هي من تقترب من الشحانية، ولكن الشحانية هي اللي في الصدارة. تعود ملكيتها لسعادة الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة الثاني، علي بن حمد بن جرحب في التضمير. وهنا في المركز الثاني وعد محمد بن جر الله بن ضرمان المري. نداءنا الخامس مشاهدينا الكرام، لكي إكمال نداءنا الخامس، و2500 متر على النهاية، 2500 متر. ننتقل للمركز الثالث اللي تصلنا فيه منحاف لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني، راشد بن بطي الزعبي في التضمير. ننتقل للمركز الرابع اللي وصلت فيه الشحانية لمحمد بن طحنون بن مهيرة، والمركز الخامس حماس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. إذا مشاهدينا الكرام، نعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط وإلى مسار هذا الشوط. وهناك مع الشحانية، الشحانية اللي تفتتح 2 كيلو، تفتتح 2 كيلو وتتسلل في هذه اللحظات وتقترب. يا جماعة يا جماعة، تقترب تقترب الشحانية من انتزاع ناموس هذا الشوط. يا سلام، علي بن حمد بن جرحب، علي بن حمد بن جرحب في عملية التضمير، والملكية تعود للشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة الثاني. يا سلام. إذا مشاهدينا الكرام، أقرب ما هو يقرب من الشحانية وعد اللي تعود ملكيتها للسيد محمد بن جر الله بن ضرمان المري. يا سلام، تتحرك في هذه اللحظات، تتحرك، وبن ضرمان يصدر التعليمات اللاسلكية على وعد اللي تتحرك في هذه اللحظة. 1500 متر، كيلو ونصف الكيلو على النهاية. هنا في المركز الثالث اللي وصلت فيه منحاف للشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني، يلا يا راشد يا بن بطي الزعبي. يا سلام، حرك اللي بتحرك. ننتقل مباشرة للمركز الرابع اللي يصلنا فيه شعار السيد أحمد بن ماجد الخيري مع الحدرة اللي تحتل المركز الرابع. وهنا في المركز الخامس وصلت الشحانية لمحمد بن طحنون بن مهيرة. يا سلام. إذا مباشرة مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى الشحانية والكيلو المتر الأخير. كيلو على النهاية يا جماعة، كيلو على الناموس. الشحانية في أرضية ميدانها وبين جماهيرها. يا سلام يا سلام. الشحانية تنتقل مشاهدينا الكرام، ويبدو لي ستهدي الناموس إلى مالكها وإلى مضمرها. يا سلام يا سلام. الشحانية ولكن بن ضرمان حرك يا بن ضرمان. يا سلام يا سلام. الشحانية لسعادة الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة الثاني، علي بن حمد بن جرحب الموهوب. يا سلام، محمد بن جر الله بن ضرمان هنا في المركز الثاني، ويتحرك في هذه اللحظات مع وعد محمد بن جر الله بن ضرمان المري. ولكن خلاص مشاهدينا الكرام، خلاص انحسمت الأمور. يبدو لي مشاهدينا الأفاضل، يا سلام يا سلام، من هذه اللحظة ومن هذا الموقع أيها السادات والسادة، ننقل ونبعث السلامات ونحملها على ظهر الشحانية ومن أرضية ميدان الشحانية إلى سعادة الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة الثاني وإلى علي بن حمد بن جرحب. يا سلام يا سلام. اللي ما له ماضي ما له حاضر يا جماعة. ها هو بن جرحب مشاهدينا الكرام ينتزع ناموس هذا الشوط السابع المخصص للثنايا البكار من ضمن أشواطنا المفتوحة في هذه الفترة الصباحية. الناموس نزفه إلى سعادة الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة الثاني. المركز الثاني وصلت فيه الحدرة أحمد بن ماجد الخيل. المركز الثالث محمد بن جر الله بن ضرمان. المركز الرابع حماس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الخامس منحاف للشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني.
إذا مشاهدينا الكرام كانت هذه نتيجة هذا الشوط، وكان الناموس للشحانية ولشعار مالك الشحانية. ها هي تصل إلى خط النهاية، قاطعة المسافة في زمن مقدارة 9 دقائق، 38 ثانية، 8 أجزاء من الثانية الثانية لسعادة الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة الثاني وللموهوب علي بن حمد بن جرحب على هذا الناموس. المركز الثاني وصلت فيه الحذرة مشاهدينا الكرام تقطع المسافة في زمن مقداره 9 دقائق 44 ثانية، 21 جزء من الثانية الثانية نوصلها لأحمد بن ماجد الخيلي. المركز الثالث وصلت في المركز الثالث وعد، قاطعة المسافة في 9 دقائق 47 ثانية، 14 جزء من الثانية الثانية لوصلها كذلك لمحمد بن جرالله بن ضرمان المري، انطلاقة